وراء كل منتخب متألق ستاف عظيم. رشيد بن محمود أحد أهم مكونات الستاف المغربي، الذراع الأيمن للناخب الوطني وليد الركراكي، جندي من جنود الظل، تجده في كل مكان حول المدرب واللاعبين، يشاركهم عناق التأهل ورقصات الفوز ودموع الانتصار، وله نصيب من غضب وفرحة الركراكي، بارع في مصاحبة الأسود ومنع الخلافات بينهم ومصاحبتهم. هو ابن الكرة، تألق في بداياته كلاعب مع العديد من الأندية المغربية والعربية، إضافة إلى المنتخب الوطني الأول الذي حمل قميصه لأكثر من عقد من الزمن قبل أن ينهي مساره الكروي 2005، إلى أن لجوءه إلى عالم التدريب في كرة القدم جعل نجمه يسطع من جديد، خاصة بعد تألقه مع المدرب الحسين عموتة وانتزاع أكثر من لقب في عصبة أبطال إفريقيا والبطولة الاحترافية. مرحلة أهدت الكثير من الخبرة التدريبية لبن محمود بعد حصوله على العديد من الشهادات التدريبية واشتغاله رفقة مدربين كبار، تجربة انطلقت مع الفتح الرباطي إلى الدوريات الخليجية ما بين قطر والإمارات، إلى جانب كونه مساعد لمدربي للمنتخب الوطني الناخب رشيد الطوسي والحسن عموتة بنادي الوداد الرياضي، ليواصل تجربته مع المنتخب الأول رفقة الناخب وليد الركراكي، ويشرق اسمه إلى جانب الناخب الجديد ويبدع في القيام بدوره الهام في تحليل أداء اللاعبين داخل الملعب وفي التدريب وتوفير كل المعلومات اللازمة للمدرب والمساهمة بشكل كبير في خلق الأجواء الصحية بين اللاعبين، إلى جانب باقي الطاقم التقني لصناعة مجد كروي مغربي سيذكره التاريخ طويلاً.